تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة وواثقة نحو مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 بالتركيز على منظومة عمل وطنية تشاركية تتكامل بمختلف مؤسسات الدولة وتهدف إلى ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. دولة الإمارات رسخت نهجاً استباقياً في التعامل مع الأزمات، وكانت من أولى دول العالم التي توفر لقاحات كوفيد-19 لجميع السكان بشكل مجاني، وطبقت منظومة متطورة من الإجراءات الوقائية في مواجهة تداعيات الجائحة، وتبنت استراتيجية فاعلة للتخطيط للتعافي على مستوى القطاعات كافة. تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى اكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء الفحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى اليوم أكثر من 35 مليون ونصف المليون فحص. تم مؤخراً تحديث تطبيق الحصن ليكون بمنزلة السجل الوطني الإلكتروني للقاح كوفيد-19 في دولة الإمارات، ويحتوي التطبيق على جميع البيانات المتعلقة بجرعات كوفيد-19 والتي يتم توفيرها من قبل مراكز التطعيم المختلفة في الدولة. هذه المبادرة تعد استباقية في دولة الإمارات، وتعد البيانات المتوفرة في برنامج الحصن وثيقة رسمية معتمدة في الدولة لإثبات التطعيم باللقاح، ويمكن للأشخاص حفظ السجل وطباعته متى دعت الحاجة لذلك. تتابع الجهات الصحية سير عمليات التطعيم في جميع الإمارات ومراكز التطعيم المختلفة، وتم مؤخراً توسيع نطاق التطعيمات لتشمل جميع فئات المستهدفة من أفراد المجتمع البالغين لمن هم في سن 16 فما فوق، وذلك بهدف تطعيم أكبر شريحة في المجتمع بما يسهم في الوصول إلى المناعة المكتسبة. وعليه ندعو أفراد المجتمع كافة للمبادرة بأخذ اللقاح، ويتعين حجز موعد مسبق مع مقدم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح في الموعد المحدد.
نتقدم بالشكر للإدارة العليا لشركة صحة ومستشفيات الظفرة على افتتاح خدمات جديدة في وحدة الطب الطبيعي والتأهيل مثل خدمة العلاج بالنطق وصعوبة البلع، وإضافة خدمات العلاج الطبيعي مثل علاج الألم بالإبر الجافة، علاج الألم بالليزر، وعلاج الألم بالشرايط المطاطية. أهم ما يقدمه قسم العلاج الطبيعي خدمات علاج الألم الأمراض العظمية زي علاج ألم الفقرات والمفاصل، علاج ما بعد العمليات زي عملية إزالة الغضروف أو عملية تبديل المفاصل زي تبديل مفصل الركبة زي تبديل مفصل الفخذ، عمليات زي الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي بالركبة. الخدمات العلاجية الجديدة اللي احنا فتحناها في قسم العلاج الطبيعي بتضم علاج الألم بالليزر، علاج الألم بالإبر الجافة، وعلاج الألم بالشرائط المطاطية الطبية، ودي كلها أدوات تكميلية للعلاج. يتم استقبال في وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل ما يقارب 80 مراجع يوميا. الهدف من افتتاح الخدمات الجديدة توفير الجهد والوقت لسكان منطقة الظفرة وتقديم الرعاية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير الصحية العالمية.